السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير، عام جديد وسنة سعيدة بإذن الله تعالى على حضراتكم جميعا، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني دائما أرق وأطيب التحيات. في الميعاد ده بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ عشرات السنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة، يمكنكم التواصل عبر وسائل التواصل أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك أو عبر رسائل الاس ام اس. كل عام وحضراتكم بخير، الحلقة القادمة قد لا تكون على الهواء مباشرة، لكن انتظروا مفاجأة تجميع حلقة 2021 وحلقة مجمعة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نبذل قصارى الجهد اللي نقوم بإعدادها، ونود أن تنال رضا حضراتكم. في الحلقات الماضية تحدثنا عن أميرة اللي من دمياط، اللي اكتشفت بعد عدة سنوات إن زوجها تحليله مش كويس لأنه كان يرفض إجراء هذا التحليل، وأكدنا على إن دي مشكلة تقابلنا في ممارسة هذه المهنة، وطلب تحليل السائل المنوي ليس نقصا من ذكورة الرجل ولا هو عيب، وزي ما السيدة بتروح وتكشف الراجل يروح ويكشف، لأن الحمل بيحصل من زوجين وليس من شخص واحد، ولأن الأزواج يمكنهم أن يكونوا مسؤولين عن حوالي 40% من حالات تأخر الحمل على الأقل، ويمكن استبعاد الزوج كسبب لتأخر الحمل إذا تم عمل تحليل السائل المنوي، وهو تحليل سهل وبسيط ورخيص ومتوفر، ويمكن تكراره عدة مرات في عدة مرات مختلفة، وبالتالي يجب أن يكون هو الفحص رقم واحد في كل حالات تأخر الحمل قبل الانتقال إلى فحص السيدات، ولا يجب أن يهمل هذا الفحص أبدا مهما كانت الأسباب. وأحيانا تكون هذه المفاجآت صادمة عندما يمر وقت طويل ونكتشف أننا كان بإمكاننا توفير وقت وجهد ومال إذا كنا عملنا تحليل السائل المنوي، لكن إذا كان تحليل السائل المنوي ضعيف بأرقام شديدة فغالبا العلاج غير مجدي زي ما الأطباء قالوا الأميرة، وقالوا لها إن عليكم سرعة اللجوء إلى الحقن المجهري، وده اللي أكدنا عليه وقلنا إن ده بينقلهم من نسب صفر لحدوث حمل إلى حوالي 50%، وده اللي أكده الفيديو اللي احنا جبناه. لكن أميرة في مكالمتها قالت جملة خطيرة جدا، قالت أنا بعد ما سمعت رجعت خطوتين لورا لأن اكتشفت إن أنا هتبهدل، لأن صحيح الداعي للجوء للحقن المجهري كان تحليل جوزي، طيب صدقنا وأمنا، لكن لقيت كل العبء يقع عليا، فهل ما تقوله أميرة صحيح أم لا؟ تعالوا أول نفتكر اللي هي قالته، وبعدين نوثق الكلام ده بالفيديو اللي بدأناه من الحلقة قبل الماضية لما حكينا حكاية كاثي وإيزاك اللي كان عنده أزوسبيرميا أو انعدام في الحيوانات المنوية، واكتشفوا ده بعد سنة وأكتر من المحاولات ومن ترددها على الأطباء هي لفحوصات تأخر الحمل زي حالة أميرة. نشوف الأول، نفتكر مكالمة أميرة، جزء من المكالمة اللي له علاقة بموضوع فيديو اليوم وحلقة اليوم، ونرجع نشوف الفيديو اللي عايزين نعرضه النهاردة. نتذكر سوا الفيديو واتصال أميرة معنا. الدكتور قال وعلى فكرة أنا عندي 24 سنة وهو عنده 40 سنة، مالوش علاقة سن الرجال عموما، مش مؤثر قوي، لكن أنا عارفة بس حبيت أعرف حضرتك يعني. فدلوقتي لما الدكتور قاعد يشرح لنا لقيت أنا اللي هتبهدل يعني، هو فعلا. أيوة يا سيدتي، للأسف الشديد الشغلانة بتاعتنا دي، الرجالة منصوفين والستات محكوم عليهم بده، بمعنى الرجالة طب يا ستي ده أمر الله، هنعمل إيه؟ الرجالة بيعملوا تحليل واحد، يا كويس يا مش كويس، والتحليل بتاعهم سهل وبسيط ورخيص، تمام؟ أما الستات فحوصاتهم متعددة ومعقدة، حضرتك هتضطري تعملي حقن مجهري وأنت عمرك 24 سنة بسبب الزوج، يعني الزوج هو السبب والداعي للجوءك للحقن المجهري، طب مش هو الداعي؟ مين بقى زي ما أنت بتقولي اللي هيتشكشك؟ أنتِ. ومين اللي هيعمل سونار مهبلي كل يوم بعد يوم؟ انت. ومين اللي هياخد، والله كان صريح معانا جدا، ومين اللي هياخد تحليل اسمه الاي 2 كل يوم 2 3؟ انت.
ومين اللي هيتابع التبويض انت، ومين اللي هيعملوا له سحب البويضات ببنج انت، ومين اللي هينتظر الاجنه، ومين هينقل اجنه، ومين اللي هيقعد في البيت مستريح وياخد ادويه ومثبتات ولبوسات وحقن انت. ده امر الله، هنعمل ايه؟ فعلا هو الدكتور فعلا والله شرح لنا، بس انا حبيت اقول لحضرتك بس يعني لان انا يعني وانا العمليه اولا يعني اما الدكتور قعد يشرح لنا انا فعلا رجعت لورا، خفت فعلا حقيقي مش هكذب عليك، لان لقيت نفسي اللي هتبهدل مع يعني مع ان انا برضه متبهدله من زمان، يعني انا متبهدله من زمان. ست اميره انا يعني بحترم صراحتك وعشان كده بتكلم معاكي بمنتهى الصراحه. فرص اذا كان الارقام اللي حضرتك بتقوليها حقيقيه، بس عشان ايه اترجم لحضرتك؟ لا فعلا والله يا دكتور حقيقي. ايوه يا ستي، ما انا بس لازم يعني اي كلام. عظيم انا مش بقول انك بتكذبي، انا لازم احط الفريز ده، يعني لازم احط المعلومه دي. اسمعيني بس كده في جمله، اذا كانت الارقام اللي بتقوليها عن تحليل الزوج حقيقيه، ففرص ان يحدث حمل بصوره طبيعيه وبدون علاج وبدون لجوء للحقن المجهري هي صفر. تمام؟ فعلا الا هي صفر. تمام؟ الا بمعجزه من الله وهو قادر على كل شيء. اما اللجوء للحقن المجهري فسيحول فرص حضراتكم من الصفر الى 50%، وهو رقم واو، فرق. طب هو ارقامه دي ده عنده 10 حيوانات منويه بس، هو ده ينفع يحصل معاهم حقن مجهري؟ ولو 2 ولو 3 ولو 4 فقط، تمام، ينفع. والفرص النجاح هي بالارقام اللي بقولها، وسنك الصغير بيزود نسب النجاح، ودي الميزات في حالتك. تمام؟ ده اللي كانت اميره بتقوله، بتقول ان حسيت ان انا هتبهدل وحسيت ان العبء كله واقع عليا. طيب احنا في اتصال معانا، لو الاتصال ناخده سريعا قبل ما نعرض الفيديو ونبقى نجاوب عليه بعد الفيديو، لو الاتصال موجود ناخد الاتصال بعدين ناخد الفيديو. ناخد المكالمه وبعدين ناخد الفيديو نحضره. اتفضلي يا ايه. اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور كان عندي استفسار كده بسيط. اتفضلي. انا كنت عامله منظار عند حضرتك يوم 17/10. تمام. ايوه. فانا كنت يعني جاتني الدوره الصناعيه، ما بعد الدوره الصناعيه في نوجه دم بتنزل عليا. تمام. حضرتك بعد اذنك، مشكوره حضرتك وكل مريضات العياده. وحضرتك شخصتني بطانه رحم هجره. ايوه، حضرتك وكل مريضات العياده يتصلوا على تليفون العياده عشان ليهم ملف هناك نقدر نخرجه فنعرفه، لان انا اعرف الوقت عنك انك ايه، اما التفاصيل بتاع حالتك نعم. فموجوده في ملف حضرتك في العياده لما تتصلي بالعياده. تمام؟ ارجو من مريضات العياده عدم استخدام البرنامج وسيله للتواصل لاني لا املك ملفات، اما الملفات فموجوده في العياده فحضرتك تقدري تتواصلي مع العياده، والتواصل معاها سهل وبسيط عن الاتصال هنا. طيب اللي بتقوله اميره ده هل هو له اساس من الحقيقه؟ هل فعلا السيدات، طيب الحلقه اللي قبل الماضيه عرضنا حكايه كاثي وايزاك اللي اكتشفوا ان هو ازوسبرمي ما عندوش حيوانات منويه، وقلنا ان هناخد منه عينه من الخصيه، ولقينا في العينه من الخصيه حيوانات منويه، وقلنا ده هيرفع النسبه بتاعتهم من 0 إلى 50%. والحلقه الماضيه جبنا الدكتوره شانا سوان بالبحث بتاعها اللي بتقول ان خصوبه الرجال مهدده، وان الجنس البشري مهدد بعد 100 عام، وان بعد اقل من 20-30 سنه على الاقل 50% من الرجال سيحتاجوا الى اللجوء لوسائل مساعده على الاخصاب لكي يحدث حمل. فالنهارده هنشوف ونكمل حكايه كاسي وايزاك، وبالمناسبه هم كانوا عملوا محاوله للحقن المجهري قبل اللي احنا هنشوف تفاصيلها النهارده دي، بس كانت المحاوله دي فشلت. نشوف كده الفيديو بتاع النهارده عشان نعرف اللي بتقوله اميره هل له اساس من الواقع ام لا. يلا. هذا ما يعنيه هو الحقن المجهري. هندي السيده ادويه لتنشيط التبويض حتى لو كان تبويضها كويس وممتاز لتخرج اكبر عدد من البويضات عشان ده يزود الفرص. ادي هذا ما يعنيه الحقن المجهري. ممكن نوقف الصوره كده؟ ممكن نوقف الصوره؟ ممكن. هي بتقول هذا ما يعنيه الحقن المجهري. لما السيده هتعمل حقن مجهري هتروح المركز بتاع الحقن المجهري، هتاخد كل هذه المجموعات من الادويه، عباره ما بين 30-60 حقنه من حقن تنشيط التبويض في المتوسط، كل واحده طبقا لاستجابتها وطبقا لاستجابه مبيضها وسنها ومخزونها من البويضات. هتاخد الباكج دي كلها وهتقضي ايامها في اجراء الحقن لنفسها ومتابعة التبويض. ونفس السيدة بتقول نفس الجملة بتاعت أميرة، وممكن نعلي صوتها شوية ونسمع. This what means an eczema. هذا ما يعنيه الحقن المجهري بالنسبة لسيدة
نكمل الفيديو ونسمع الصوت. Wow. This is what the next 20 days of my life. This is the next 20 days of my life. حياتي الجاية ال 20 يوم الجايين هتبقى مخصصة لده. In 20 days. Thousands of dollars. 20 يوم حقن متابعات للتبويض تحاليل عليها انها تحقن نفسها بيها لانها يعني مش معقول هتجيب حد يحقنها مرتين ثلاثة كل يوم. Just as most embryos that are produced the old fashioned way don't become babies. But if you've got blocked fallopian tubes or if your sperm for some دي الدواعي الثانية للجوء الحقن المجهري زي مشاكل الأنابيب أو الدرجات المتقدمة من البطانة المهاجرة. أما إذا كان في عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية فتقنية أطفال الأنابيب القديمة والتي تصلح في الحالات الأخرى دي لا تصلح في إلا بالحقن المجهري. هنا بقى كاسي بعد ما خدت التنشيط للتبويض ده وتابعنا التبويض وصلنا اليوم وقينا البويضات دي ناضجة وأعطيناها حقنة اسمها الحقن التفجيرية وهنشوف على السونار دلوقتي على شاشة السونار المهبلي ده الطبيب اللي هيعمل سحب البويضات بيتعقم لأن دي جراحة هنجريها تحت مخدر عام بسيط وفي غرفة عمليات وده الدكتورة اللي هتشفط البويضات ووراها جهاز السونار والبويضات تظهر على شاشة السونار في صورة كرات سوداء كده هنشوفها سوا وهعرض لحضراتكم فيديوهات بعد كده لتفاصيل ده. هنا بنستعرض سريعا ده الإبرة بتاعتنا بنشك من المهبل وبندخل من المهبل وحضراتكم شفتوا الإبرة وبتدخل داخل تجويف الجرايب أهي الإبرة هي اللي لونها أبيض ومدببة دي ودخلت داخل الكرة السوداء اللي هي الجرايب اللي جواها البويضة مفترض أن تبقى جواها بويضة لأن بعض الجرايبات تبقى فارغة وبنشفط السوائل دي وبيطلع السوائل لونها كده وندخل هذه السوائل من طاقة صغيرة من شباك صغير ما بين هذه الغرفة غرفة سحب البويضات لمعمل الأجنة حيث يقوم طبيب معمل الأجنة بسكب هذه السوائل في طبق ثم فحصها تحت الميكروسكوب بحثا عن بويضات عشان البويضات دي إذا لقيناها نفصلها ونحطها في انكيوبيتور في حضانة لنقوم لاحقا بحقنها بالحيوانات المنوية بتاعة الزوج وبنحقن الحيوانات المنوية بتاعة الزوج داخل بويضة السيدة بإبرة حضراتكم كتير شفتوا الصور دي منتشرة قوي الصورة دي بإبرة داخل السيتوبلازم داخل السيتوبلازم بتاع خلية البويضة عشان كده اسمه انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن والذي يعرف بـ XCICSI أو تقنية الحقن المجهري لأنه يتم تحت المجهر تحت الميكروسكوب حقن الحيوانات المنوية داخل البويضة. يبقى احنا هنعمل يوم لجمع البويضات تحت مخدر عام هجيب لكم فيديو أوضح لده ثم نقوم بفصل البويضات ثم نحطها في انكيوبيتور في حضانة ثم بعد عدة ساعات نبتدي نحقنها بالحيوانات المنوية فإذا حقنت وانقسمت يبقى حصل الحمل وننتظر ونتابعها لعدة أيام عشان نشوف الأجنة دي هتكتمل في انقسامها ولا لا وجودتها هتبقى كويسة ولا لا ثم نقوم بنقلها إلى رحم السيدة. هذا ما يعنيه الحقن المجهري كثير من الخطوات كثير من الصعوبات كثير من المعوقات سباق مثل سباق الحواجز سبق الحواجز ده سبق قصير في فترة قصيرة لكن عندك كل ما تعدي كم متر حاجز يجب تعديه عشان تنجح في السباق لازم تعدي السباق كله بسرعة وتتخطى كل الحواجز بنجاح من غير ما تقع عند أي حاجز وبالتالي الحقن المجهري مثل سباق الحواجز إن تكون الست عندها مخزون كويس من البويضات إن بويضاتها إن تاخد تنشيط للتبويض وتستجيب كويس إن تطلع عدد وجودة كويسة من البويضات إن نقدر نشفط منها ونفس البويضات جيدة إن تكون الحيوانات المنوية بتاع الزوج قادرة على تخصيب هذه البويضات ويتم عملية التخصيب أن تنقسم البويضات أن تصبح أجنة أن الأجنة تستمر في الحضانة لتصل لليوم الثالث أو اليوم الخامس حسب جودتها ثم نقوم بنقلها داخل الرحم ثم ننتظر مع مثبتات لحدوث الحمل كل دي خطوة كل ده عائق كل ده حاجز كل ده سباق الحواجز على السيدة التي تحمل في نهاية الحقن المجهري أن تتخطى كل هذه الحواجز في هذا السباق تخطيا ناجحا عشان في الآخر يتم حدوث الحمل بالحقن المجهري وللأسف الشديد أن نسبة حدوث الحمل في أحسن الظروف in best circumstances في أحسن الظروف الستات اللي بيقول لها فرص حملك 80% في أحسن الظروف فرص حدوث الحمل ما بين 35-50% في المتوسط 42% ده كمان مع تطور الوسائل كنا زمان بنتكلم على 35 ليس أكثر
يعني تقريبا أكثر قليلا من تلت الحالات هم اللي بيحملوا، وما يقترب من تلتين الحالات سيفشل اللجوء للحقن المجهري دون أن يكون هناك سببا للفشل، فنسبة النجاح فقط هي ما يزيد قليلا على تلت الحالات زي ما بنقول سباق الحواجز. فخلينا نشرح ببساطة خطوات الحقن المجهري من خلال عرضنا ده لحضراتكم بصورة مجمعة كده من خلال حالة، والنهاردة هنشرحها بتفصيل أكتر إيه اللي بيتم في سيدة صغيرة السن مقبلة على الحقن المجهري مثل أميرة نتيجة لمشكلة في تحاليل الزوج. نشوف الفيديو اللي معانا عشان نبقى شرحنا لحضراتكم إيه الخطوات التي تنتظر السيدة التي تلجأ للحقن المجهري، وهعلق على الفيديو أحيانا بصوتي وأحيانا جايز أطلب إن احنا نقف عند مرحلة معينة. الفيديو هيشرح المراحل كلها من قبل بداية التنشيط للحقن المجهري، نشوف كده بعد إذن حضراتكم. Live ovum pickup today and how we perform this live ovum pickup you will see, but before that how we approach for قبل ما نقول سحب البويضات بنشرح ايه اللي بيتم للسيدات. لو خدنا اليوم ده هو اول يوم الدورة، فبعض السيدات بتقوم بعض مراكز الحقن المجهري قبل بداية دورة التنشيط باعطاء السيدة حقن لمنع فرط تنشيط المبيض وتحجيم تنشيطه، واحيانا بيطلب من السيده عمل منظار رحمي تشخيصي قبل اللجوء الى الحقن المجهري بايام. فايده هذا المنظار الرحمي انه بيدرس تجويف الرحم، ممكن نشيل اللوجو يا جماعه عشان الترجمه تبان، بيدرس تجويف الرحم عشان ده التربه التي سنزرع فيها الاجنه ونعرف اتجاهه ونعرف اذا كان في اي مشاكل ولا. حتى هذه اللحظة لم نعطي السيدة أي أدوية، بدءا من أول أو ثاني يوم الدورة نبدأ في إعطاء السيدة منشطات للتبويض ومتابعة للتبويض بالسونار المهبلي لتحديد عدد وحجم البويضات زي ما أنتوا حضراتكم بنرسمهم كده، بتظهر هي البويضات كور سوداء على السونار. وفي بعض الأحيان عند وجود استجابة شديدة للمبيض قد نعطي أيضا مرة أخرى حقن لتحجيم استجابة المبيض عشان ما يحصلش فرط تنشيط، لأن فرط التنشيط من المضاعفات الخطيرة للحقن المجهري. ونتابع التبويض بدقة وبانتظام، ومتابعة التبويض بتتم بسونار مهبلي وبتحاليل لهرمونات، ونستمر في إعطاء العقاقير التي تكبر البويضات أو عقاقير التنشيط بجرعات مرتفعة، لأننا عايزين نخرج عدد كبير من البويضات، كلما كثر العدد زادت الفرصة. لكن إذا وجدنا أن استجابة المبيض زائدة وفي احتمال لفرط التنشيط قد نؤجل إعطاء الحقنة التفجيرية، لأنها ساعتها بتدخل السيدة في فرط التنشيط، أو قد نستخدم أساليب أخرى علشان نتفادى فرط التنشيط وهو اللفظ المرعب لكل سيدة خاصة لو صغيرة السن أو متكيسة ومقبلة على الحقن المجهري. ونحاول أن نخرج أكبر عدد من البويضات بأكبر جودة بتحسين حالة السيدة الهرمونية، ويتم ذلك من متابعة دورية للتبويض بسونار مهبلي. كل ده احنا بنشرحه نظريا، ثم عندما تصل البويضات لحجم من 18 ل 20 ملي نعطي السيدة حقنة تفجيرية ونطلب منها الحضور إلى المركز بعد عدة و30 ساعة 30 32 34 ساعة لنقوم بسحب البويضات. هو ده اللي هنوريه لحضراتكم الآن، عملية سحب البويضات. شرحنا ما قبل السحب، وسنتجه الآن لغرفة عمليات صغرى تجرى فيها عملية سحب البويضات، حيث عملية السحب ده سونار مهبلي، والسونار المهبلي ده بندخله داخل المهبل بيوضع عليه إبرة. هذا النوع من السونار بيبقى مكان في مكان مجرى الإبرة دي اللي هندخل بيها لسحب البويضات، وهنستخدم محلول ملح لتليين دخول السونار، وممنوع جل أو أي حاجة تانية لأن دي قد تميت البويضات. وهندخل السونار المهبلي، والوقتي هنبص على الشاشة. على الشاشة هتظهر البويضات في صورة هذه الكور السوداء، ده أحد المبيضين، هنعد عدد البويضات الموجودة وحجمها، وآدي المبيض الآخر، هنستعرض المبيضين. هنشوف الوقت هتظهر على شاشة السونار خط منقط كده، ده اتجاه الإبرة اللي هنستخدمها. احنا الوقت هنركب إبرة على جهاز السونار المهبلي اللي موجود داخل المهبل، من الإبرة دي هنخترق مهبل السيدة إلى تجويف الحوض إلى داخل بطنها، عشان كده ده بيتم تحت مخدر بسيط عشان الست ما تتحركش، عشان الإبرة ما تتهزش ما تجرحش أي أوعية دموية. ونتم نقوم بعملية السحب. نحن لا نسحب البويضات حيث البويضات لا ترى، ادي الإبرة اهي، دي الإبرة هنخرجها من وندخلها من خلال السونار المهبلي، وبنوصلها بجهاز شفط، وهنبتدي ندخل إبرة، والخط المنقط ده مسار الإبرة عشان نبقى عارفين هي هتمشي في انهي مسار.
فهننشن كده بالمناوره لحد ما نيجي نخلي مسار الابره ده داخل الجريبات اللي احنا عايزين نسحبها. دلوقتي يمكنكم مشاهده الابره اهي هتدخل الى ده اهي الحاجه البيضه اللي دخلت داخل الجريب، وحضراتكم شفتوا كده الدكتور وهو بيعمل شكه للجريب ده ويبتدي يشفط مع الشفط ده، هتلاقوا صوت جهاز الشفط لو احنا عرضنا الصوت هيبقى موجود، ونلاقي الجريب نفسه السوائل اللي فيه اللي لونها اسود دي بتقل وبتختفي لانها بتتشفط الى الانابيب اللي احنا موصلين جهاز الشفطات بيها. اهو في جريب تاني او ابره اهو دخلنا بالابره داخلها اللي هي الخط الابيض ده وبنسحب، فالسوائل اللي لونها اسود بتتسحب وتصغر الجريب ده خالص، يبقى احنا عملنا شفط للسوائل داخل الجريبات للبحث عن البويضات. هذا ما نرى على السونار ليست البويضات، حيث البويضات شيء ميكروسكوبي لا يرى بالعين المجردة لكنه يرى تحت الميكروسكوب. عملية السحب تتم تحت مخدر بسيط بتستغرق ما بين 5 لـ10 دقائق زي ما انتوا حضراتكم شايفين. هنروح للمبيض التاني نتأكد ان المبيض ده خلاص فرغ ما فيش ولا بويضة ناضجة فيه، ونروح للمبيض الاخر وبرضه هنلاقي الخط المنقط ده اتجاه الابرة اللي هنستخدمها. ندخل بالابرة اهو داخل احد الاكياس احد الجريبات نشفط السوائل وندخل الى الجريب اللي بعده، واهو واضح على الشاشه الابره وهي بتدخل داخل الكره السوداء اللي هي ما يطلق عليه البويضه وهي الجريب، ونسحب السوائل اللي هي لونها اسود دي بيطلع لنا سائل هنشوف لونه دلوقتي. فاحنا بنسحب السوائل دي اعتقادا واعتمادا ورجاء من الله ان يكون داخلها بويضات. ادي اهو الابره وتدخل الى داخل الجرايب وشايفين حركة الزق اللي قام بيها الطبيب، ويدوس على جهاز الشفط فنشفط السوائل. كده عملنا سحب لسوائل الجرايبات، وننتقل بهذه السوائل من خلال فتحة في جدار هذه الغرفة الى غرفة الاجنة. يقوم طبيب الاجنة بسكب هذه السوائل على طبق وفحصها تحت الميكروسكوب بحثا عن بويضات، وكلما وجد بويضة بيقوم بفصلها. الحلقة القادمة هنوري ده لحضراتكم بتفصيل أكتر، ويقوم بتجمعها في طبق إلى على جانب ويقول لنا بقى أنا في الطريقة دي سحبت 3 بويضات 4 5 حسب ما يوجد السائل، بيقوم بسكبه داخل هذا الطبق وفحصه ميكروسكوبيا، وعند وجود بويضات يقوم بسحبها ووضعها وتجمعها عشان توضع داخل حضانة عند درجة حرارة 37 درجة مئوية، ويجب الحفاظ على هذه درجة الحرارة وعدم تغيرها لأن تغيرها قد يؤدي إلى ضمور البويضات. يتم نقل هذه البويضات لاحقا، هيتم تخصيبها بالحيوانات المنوية تحت هذا الجهاز اللي هو المايكرو مانيبيليتور. المرة الجاية هنوري لحضراتكم ده. دي الانكيوبيتور، دي الحضانة اللي بنحط فيها البويضات، بتبقى تماما متظبطة درجة الحرارة فيها عند 37 درجة، ويضمن هذا تدفق مستمر من غاز ثاني أكسيد الكربون بيحافظ على درجة الحرارة، وتدفق ونسبة أكسجين ونسبة كربون دايوكسيد عشان نوفر البيئة المثلى للبويضات لكي تستمر على في الحياة وصالحة للإخصاب. وبعد عدة ساعات نقوم بعملية تخصيب هذه البويضات بالحيوانات المنوية عشان انتظارا لتكون أجنة، ونقوم بنقلها إلى داخل تجويف الرحم. النهاردة عرضنا بالتفصيل البويضات، التنشيط بالمتابعة للتبويض، متابعة التبويض ووجود البويضات، ثم إعطاء مخدر لسحب البويضات، ثم عملية سحب البويضات، ثم فحص السوائل للبحث عن بويضات وفصلها. الحلقة القادمة هنوري أميرة خطوة أطول شوية وأكبر شوية وأبعد من دي شوية، بعد ما بنسحب البويضات دي كيف نقوم بتخصيبها وكيف نقوم بنقل الأجنة إذا تكونت أجنة إلى داخل تجويف الرحم. نبتدي فيديو النهاردة بعملية سحب البويضات عشان الخطوات اللي قبل كده قلناها إجمالا المرة اللي فاتت وتفصيلا، النهاردة هنختصرها عشان نروح إلى تفاصيل الخطوات التالية. لو الفيديو اللي جاهز معانا نبتدي، وهنبتدي بأول جزء فيه وأول لقطة فيه هي سحب البويضات بالإبرة اللي المرة اللي فاتت وريناها لكم بجهاز الشفط، وهنشوف ده النهاردة. نشوف الفيديو بعد إذن حضراتكم. هنعلق عليه. الفيديو عنوانه معجزة الحقن المجهري والرحلة بدءا من سحب البويضات إلى نقل الأجنة. هذه هي صورة المبيضين اللي بالجريبات اللي فيهم زي ما شفناها بالسونار المهبلي، وهنقوم بإدخال إبرة بنعتبر البويضة ناضجة لما تبقى 18 ملي أو أكتر. دي الإبرة اهي، ومسارها شفناه المرة اللي فاتت على السونار المهبلي بيحدده خط منقط، ونبتدي بسحب هذه السوائل.
السوائل دي بتروح الى انابيب، الانابيب دي محطوطه في جهاز يحفظ درجه حرارتها عند 37 درجه. هذه هي الانابيب ومحفوظه بالجهاز اللي بيساعد على الحفاظ على درجه حرارتها. لاحظوا كده التنقيط اهو، دي السوائل، واحنا بنشفط السوائل داخل الجرايبات تمتلئ بها الانابيب. نسحب جرايب ورا التاني ونملأ السوائل دي في الانابيب. ثم عندما تمتلئ الانابيب، الخطوه دي المره اللي فاتت قلناها بالتفصيل، النهارده بنيجي عليها سريعا بقى. ثم هندخل الانابيب اللي فيها سوائل دي الى معمل الاجنه، هيقوموا بسكب السوائل دي في طبق، وينظر الطبيب بتاع الاجنه والمعمل الاجنه تحت الميكروسكوب بحثا عن بويضات. فاذا وجد بويضات هيقوم بشفطها بالجهاز ده اللي هو البيبيت او المصه. ادي شكل البويضه تحت الميكروسكوب، بتبقى ده هو بيقوم دلوقتي بسحب هذه البويضات. لما يلاقي بويضه يسحبها. البويضه بتبقى هي النقطه السوداء دي ومحاطه بخلايا، هذه الخلايا تعرف بحاجه اسمها كاميلس اوفرس. بنحط ساعتين لاربع ساعات البويضه في سائل يساعد على استمرارها على الحياه وعند درجه حراره 37، ثم نبدا في دفع سوائل تذيب الخلايا اللي حوالين البويضه اللي هي اسمها الكاميلس اوفرس، عشان نسحب السوائل الخلايا دي ونترك البويضات دون خلايا محيطه بها. اهم دلوقتي الست دي عندها ست بويضات امكن فصلهم، ولما نفصلهم تماما نسحبهم في مصه ثانيه وننقلهم لطبق اخر وندفعهم للطبق الاخر اللي برضه فيه سوائل مغذيه لهذه البويضات. دلوقتي عندنا ست بويضات تم فصلهم من هذه السيده ووضعها في الحضانه، ثم هنبدا بخطوه تخصبهم بالحيوانات المنويه اللي واخدينها من الزوج. هندخل لعينه السائل المنوي مصه اهي برضه وليها سن مدبب رفيع، وننتقي الحيوانات المنويه، والحيوان المنوي اللي نلاقيه كويس شكلا نقوم نسحبه داخل هذه المصه، وتحت الميكروسكوب نذهب بهذه الابره الرفيعه لندفع. هنطلع لكم سهم دلوقتي، حاولوا تركزوا كده. الحيوان المنوي لونه باين جوه ده، وبعدين ندفعه الى داخل السيتوبلازم بتاع الخليه. ومن هنا كلمه انترا سيتوبلازميك سبيرم انجكشن، واللي تعرف اختصارا اكسي. بعد 18 ساعه تقريبا يتم اختبار البويضات دي، هل التخصيب تم ولا لا. بنعرف التخصيب من ان بتتكون داخل البويضه المخصبه دايرتين كده، هنحط لكم دايره حواليهم اسمهم برونيوكلياي، وتعرف هذه المرحله بي ان برونيوكلياي او النويات ما قبل النواه. نعرف ان حصل تخصيب ونستمر وضع البويضات في سوائل ونتابعها تحت الميكروسكوب، لانها بتبدا بتنقسم من خليه واحده الى خليتين، والخليتين الاربعه، والاربعه الى ثمانيه، ويتم التقييم في اليوم الثالث. بعض الأجنة بتستمر اليوم الخامس فتتمدد ويبقى فيه سائل جواها زي البويضة المخصبة اللي موجودة في أعلى الشاشة اللي احنا بنقرب منها دي. دي صورة جنين بويضة مخصبة وصلت لمرحلة البلاستوسيست اللي هي كيس الخلايا وبداخله سائل. ده جنين جيد. هننقل الصورة بقى لتحت، ده جنين غير جيد. هنلاحظوا حضراتكم ان في تفتت لبعض الخلايا داخله، وبالتالي الجنين ده مش جيد. فنقدر نقيم انواع الاجنه، وبرضو ده بنقوله النهارده سريعا، هجيب لحضراتكم فيديو على كيف نقيم انواع الاجنه. ده شكل الجنين اللي جاهز للنقل بعد 3 او 5 ايام طبقا لجودته. بناخد الجنين ده نشفطه داخل برضو قسطره رفيعه، اهو هيتشفط اهو، وهنعلم لحضراتكم حواليه بدايره داخل هذه القسطره. يتم تحميل الجنين في منتصف قسطره النقل. هنحط دايره دلوقتي عشان حضراتكم تشوفوه بوضوح. اهو هو ده الجنين اللي حملناه داخل هذه القسطره الرفيعه اللي يمكنها ادخالها داخل رحم السيده. هو المنظر ده، ممكن نشيل اللوجو بعد اذن حضراتكم. دي القسطره الرفيعه اللي هنستخدمها، بندفعها داخل الرحم تحت جهاز السونار. اهي هنشوفها لونها ابيض، اهي بتدخل داخل الرحم، مش محتاجه مخدر هذه العمليه. وننقل الاجنه. هذه العملية وننقل الأجنة وندفع الجنين اللي شفنا أن جودته كويسة وننقله داخل الرحم إلى أعلى تجويف الرحم. طبعا في برضو خطوات اختصرناها هنا، أن احنا خلال فترة ما بتكون الست البويضات بتاعتها بنتابعها والأجنة بنتابعها وبنتابع انقسامها، بنتأكد من جودة سمك بطانة الرحم أنها تستطيع استقبال أجنة، وبندي هرمونات لتحضير هذه البطانة لاستقبال الأجنة.
هنبدأ بأننا نشوف الفيديو الأول اللي معانا اللي بنستعرض فيه في صورة مجمعة أخرى وأخيرة لخطوات الحقن المجهري. إذا كان الفيديو جاهز نبتدي نعرضه. الفيديو بيتحدث عن معجزة الحقن المجهري، كيف يمكن أن نتحول من بويضة خلية واحدة داخل جسد السيدة إلى أن نخصبها معمليا. وزي ما قلنا لحضراتكم دي الطريقة لأخذ البويضات في المعمل، وضعها في طبق ثم فحص ميكروسكوبيا ثم نقل ودبد نقل الأجنة داخل الرحم. بنقوم بإخراج البويضات من جسد السيدة، ودي خطوات احنا استعرضناها بالتفصيل في الحلقات الماضية، وبنتحدث مع السيدة على البويضات وجودتها، وسنشاهد كيف يمكن أن تتحول بويضة سحبناها خلية واحدة من جسد السيدة إلى كائن حي وجنين يمشي على الأرض، وكيف أضافت هذه التقنية إلى الجنس البشري. نبدأ بأننا نتحدث على الهرمونات الطبيعية المتحكمة في التبويض. يتحكم في مبيض السيدة هرمونين الـ FSH والـ LH، ودول بيطلعوا من الغدة النخامية ليقوموا بتنشيط المبيض. الهرمون المنشط للبويضات هو هرمون الـ FSH، والذي يفرز في الأيام الأولى من الدورة ليقوم بتحفيز عدد من البويضات داخل المبيض، وتتوالى هذه البويضات إلى أن تصل واحدة منها اللي حجمها كبير دي إلى طور النضوج، وهذه البويضة إذا نضجت تخرج هرمون اسمه الاسترادايول أو الاستروجين أو هرمون الأنوثة. ارتفاعه في الدم يؤدي إلى ارتفاع هرمون اسمه الـ LH، وهرمون الـ LH يقوم بإخراج البويضة. المرحلة الأولى من أطفال الأنابيب بنحاول أن نماثل هذه الطبيعة بإعطاء السيدة حقن هرمونية تحتوي على هرمون الـ FSH عشان تكبر البويضات. الحقن دي غالبا بتتاخد في جدار البطن بالصورة اللي احنا شايفينها، ومن المفترض ان السيدة تتعلم انها تعطيها لنفسها. عندما تصل البويضات لطور النضوج ونتابع التبويض بالسونار المهبلي عشان نتابع كبر حجم البويضات لكي تصل البويضات الى طور النضوج، وده بيتم بالسونار المهبلي ومتابعة هرمون في الدم اسمه هرمون الاسترادايول. عندما تصل معظم البويضات لحجم النضوج اللي هو 18 ملي او اكتر، نقوم بعد هذه البويضات وتحضير السيدة لإخراج البويضات بحقنة تحتوي على هرمون التفجير أو الحقنة التفجيرية اللي من المفترض أنها تحتوي على هرمون الـ LH، وإحنا نستخدم بديلا له هرمون الـ HCG هرمون الحمل لأنه مشابه له في الوظيفة والعمل. ونعطي السيدة حقنة فيها هذه الحقنة التفجيرية التي تقوم بإخراج البويضات الناضجة اللي إحنا شفناها على السونار. المرحلة التالية نقوم بسحب هذه البويضات، وزي ما فهمنا حضراتكم سحب البويضات عملية تتم تحت مخدر بسيط بتاخد ما بين 5 دقائق إلى 20 دقيقة، يتم فيها إدخال السونار المهبلي إلى مهبل السيدة فنشاهد البويضات على شاشة السونار، ومن خلال إبرة هنوري حضراتكم التراك بتاعها دلوقتي، ده السونار المهبلي، والسونار يرى الرحم والمبيضين وبيشوف المبيضين فيهم البويضات أو الجريبات. نقوم بإدخال إبرة من المهبل إلى داخل المبيض فنقوم بشفط السوائل اللي موجودة داخل الجريبات. هذه السوائل نعتقد بأنها تحتوي على بويضات. في الطريقة العادية، الطريقة التقليدية، طريقة أطفال الأنابيب القديمة، نضع البويضة في طبق ونطلق حولها حوالي 100,000 حيوان منوي لنرى أنهي حيوان منوي فيهم هيستطيع تخصبها. طبعا عندما يكون عدد الحيوانات المنوية عند الزوج ضعيف في العدد أو في الحركة زي حالة زوج أميرة كده، لا نقوم بهذه التقنية التقليدية وهي أطفال الأنابيب، ولكن نقوم بالحقن المجهري حيث نحقن الحيوان المنوي الوحيد داخل بويضة. محتاجين حيوان منوي لكل بويضة، ثم بعد 18 ساعة نبتدي نفحص البويضات دي ونشاهد انقساماتها. إذا حصل تخصيب بيحصل تكون لحاجة اسمها تو برونيوكلياي، نويات، ثم تبدأ في الانقسام لحد ما تنقسم وتصل إلى مرحلة اسمها موريلا أو بلاستوسيست ما بين اليوم الثالث اليوم الخامس. في هذه المرحلة بنتابع احنا بطانة الرحم بتاعت السيدة ونتأكد من ان سمكها جيد ليستقبل هذه الأجنة، ثم نقوم بتحميل الأجنة داخل قسطرة رفيعة وإطلاق هذه الأجنة داخل تجويف الرحم في عملية تسمى عملية نقل الأجنة، وهي عملية بسيطة ولا تحتاج إلى تخدير. ونضع داخل التجويف الرحم بتاع السيدة جنين أو أكتر حسب جودة هذه الأجنة، ونترك هذه الأجنة عدة أيام. بعد العملية ب 14 يوم نجري اختبار حمل للسيدة. تمكننا تقنية الحقن المجهري من أننا ناخد خلية من خلايا
الجنين اللي تكون ونفحصها ميكروسكوبيا وكروموزوميا لاستبعاد وجود أي اختلالات كروموزومية. في العادي الجنس البشري كل خلية مننا فيها 23 زوج من الكروموزوم، يعني 46 كروموزوم. أما البويضة فيها 23 والحيوان المنوي فيها 23، عشان عند اتحادهم يتكون شخص آدمي في 46 كروموزوم. أحياناً تحدث اختلالات كروموزومية زي ما الشاشة عرض لحضراتكم، ترايزومي 21 كروموزوم زائد في رقم 21، وهو السبب الرئيسي للطفل المنغولي أو الداون سندروم. وبالتالي يمكن فحص هذه الأجنة وهي في المعمل عندنا، ناخد خلية منها ونفحصها ميكروسكوبيا وكروموزوميا لنستبعد وجود أي اختلالات كروموزومية قبل نقل الأجنة، لنتفادى نقل أجنة قد تؤدي إلى أجنة مشوهة. ونتابع السيدة لمدة 14 يوم إلى أن نجري اختبار حمل في الدم، عشان اختبار الحمل ده يقول لنا هل نجحت التقنية وهل البويضات التصقت وحصل جنين ولا لا. خطوات تبدو بسيطة ونتكلم عليها في 4-5 دقايق، لكن بتاخد شهور وأسابيع من التحضير، وقد تنهي معاناة زوجين من سنوات طويلة من تأخر الحمل. ويظل هذه التقنية هي التقنية الأعلى والتقنية وخط الدفاع الأخير لحالات تأخر الحمل، والتي نلجأ لها في بعض الحالات التي تفشل الوسائل الأخرى، أو في بعض الحالات لما يكون لا سبيل لحدوث حمل طبيعي، زي السيدة مثلا اللي ما عندهاش أنابيب، أو تم إغلاق الأنابيب، أو الأنابيب مسدودة، أو عندها التصاقات شديدة في الحوض أغلقت الأنابيب، أو ضعف شديد في عدد وحركة الحيوانات المنوية عند الزوج. Fertility experts have known for some time that female age has a pretty dramatic effect on fertility and fertility treatments. Older women have a harder time becoming pregnant and have lower success rates with fertility treatments like IVF. The effect of male age, however, has not been studied as well, especially in IVF cycles. A new study may help decide whether older men also have an impact on IVF success rates. Stay tuned. The problem with trying to study the impact of male age on something like IVF success is the difficulty in separating the impact of the sperm from the egg. Older males tend to have older female partners. If IVF pregnancy rates are lower, it is difficult to know whether that decline is due to declining egg quality alone, sperm quality, or some combination of the two. For example, a recent study looked at 77,000 cycles from the United States IVF registry. They found lower pregnancy rates when the male partners were 45 years of age or over. But when they looked only at cycles in which the females were young, under 35, there was no difference in the pregnancy rate. One, the male age in the other recipient couple was 45 or older. Since the eggs were from the same donor, and retrieved at the same time, any differences between the recipient couples could only be due to the sperm. What were the results? There were 144 recipient couples. 77 couples had younger male partners and 77 had older male partners. The average age of the males in the younger group was 41. They ranged from 38 years old to 43. The average age of the males in the older group was 48. Ranging from 46 to 51. Some of the recipient couples had transfer of one embryo and some had two embryos. The proportion was similar in the older and younger groups. The likelihood of a positive blood test for pregnancy was about the same. Fertility TV bottom line is this. Researchers have so far not been able to prove that older males cause lower IVF pregnancy rates in their partners. That doesn't mean it is impossible, only that we have not been able to prove it with good science. It may be that there is a small difference that requires a much larger study to find, or maybe we need to look at couples with much older male partners. Until we can prove it, we would not recommend considering male age as a factor determining IVF success. كلمة النهائية في الفيديو: Do not consider male age as a determining factor for the success rate of ICSI or IVF. لا يعتبر سن الرجال عامل مؤثر في فرص نجاح الحقن المجهري، حيث سن السيدات عامل مؤثر ومؤثر جدا مهما كانت التحاليل. رقم السن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، أما سن الرجال فهو عامل غير مؤثر على الإطلاق في فرص نجاح الحقن المجهري.